الحاجات اللي ملهاش لازمة دي، مصاريف على الفاضي. ايه ده؟ انتوا هتبوسوا بعض في بيتي؟ استغفر الله العظيم يا رب، اصلهم في البيت. لا يا رب هبيعها، والله العظيم هبيعها خلاص. تجيب لها 120 جنيه، 120 جنيه. ايه ده، كنت ناسي فلوس، كنت ناسي فلوس هنا، كنت ناسي فلوس. الحمد لله محدش شافها. الحمد لله، الحمد لله محدش شافها. مفيش تاني. ودي اساسا ايه اللي موجوده في بيتي ليه؟ دي بتعمل ايه؟ ايه ترمز لايه؟ ترمز لايه كده؟ ولا لشيء، ولا لاي شيء. 120 و120 يبقى انا هحسب في الاخر. ايه ده؟ نص تمثال في بيتي واقفه كده، ايه بقى؟ بيرمز لايه؟ ولا لاي شيء يتباع. يبقى 130 و120 و120.